كسبوا الثروات واستعبدوا اهلها الحقيقه باعصاب مش هاديه، اعصاب بارده، وكان ده حق الحقيقه مكتسب. على سبيل المثال للحصر، كان ملك بلجيكا ليوبولد الثاني بيعتبر المنطقه اللي انشاها وسماها الكونغو الحره مستعمره تخصه هو شخصيا مش بس بلاده، لدرجه ان جبروت معاملته لاهل المنطقه خلى دول اوروبا تجبره على التنازل عن ملكيه الكونغو للبرلمان البلجيكي. فتخيل المشهد يكون ازاي. مش بس كده، لكن طريقه اداره المستعمرات في افريقيا اقتصاديا لصالح الاستعمار ما كانش بيحط في باله ان الدول دي لها شعوب محتاجه تاكل وتعيش علشان يعني تقدر تحيا الحقيقه او تقول رايها. فاستولى الاحتلال على أراضي الشعوب وخلاهم عبيد بيخدموا فيها، حتى لما زرعوا الأرض زرعوا المحاصيل الريعية اللي بتجيب فلوس للمحتل مش علشان الناس تاكل، يعني اهتموا بزراعة القطن، البن، الكاكاو، الذرة، صدروا وأخدوا الفلوس. ده غير التنقيب عن المعادن والثروات الغالية زي الذهب والماس. وأسس المستعمر لنظام العبودية جوه أفريقيا وبراها، يعني على سبيل المثال وبداية من القرن الـ16 الميلادي، يعني بعد اكتشاف الأمريكتين، ظهر مصطلح تجارة العبيد من خلال المحيط الأطلنطي، لأن المحيط الأطلنطي هو الفاصل ما بين الساحل الغربي لأفريقيا والساحل الشرقي لأمريكا علشان يشتغلوا في أراضي شاسعة امتلكها الأوروبيين وزرعوها قطن، بن، كاكاو، قصب، رز، وبيشتغلوا في مناجم الذهب والفضة، وبيشتغلوا في البيوت بالصخرة، ولقمتهم الحقيقة يدوب هي تمن تعبهم وعشش صفيح خشب يعيشوا فيها من غير أي حقوق. ونقلت سفن البرتغال وبريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا الأفارقة بعد خطفهم وحبسهم في السفن مربوطين بالسلاسل لأمريكا، يعني دون أي اهتمام بالآدمية. الحقيقة الأبحاث اللي اتكلمت عن الموضوع ده بتحدد أعداد الأفارقة اللي تم خطفهم وبيعهم في أمريكا ب 12 مليون إنسان تقريبا، لكن الواقع بيقول إنهم كانوا أكتر بكتير، لأن دول اللي وصلوا لكن اللي ماتوا نتيجة سوء طريقة نقلهم وترموا في البحر كانوا أكتر بكتير، لدرجة إن الأدب الأفريقي سمى المرحلة دي باسم الهولوكوست الأفريقي. وكان أصدق تعبير عن الفترة دي بألمها وعذابها كتاب الجذور للمؤلف الأمريكي من أصل أفريقي أليكس هيني، اللي ألفه سنة 1977 وتحول لمسلسل تلفزيوني رج العالم كله، وحكى قصة أجيال من عيلة أمريكية من أصل أفريقي كان البطل فيها كونتا كينتي، اللي تم خطفه من جامبيا سنة 1761 وعمره 18 سنة، واتنقل في سفينة شحن للعبيد لأمريكا، ومحاولاته المستمرة للهرب لدرجة ان مالك كونتا قطع رجليه علشان ما يعرفش يهرب. وبيحكي الكتاب استمرار التمييز لحد بداية سبعينيات القرن اللي فات في امريكا، وازاي ظهرت شخصيات حربت من اجل ابسط الحقوق انهم يتعاملوا كبشر. هنا ممكن نقف كمان عند مشهد من اروع مشاهد السينما الامريكية لتجسيد العنصرية اللي عانى منها كل امريكي من اصول افريقية، فيلم هايدن فيجرز أو شخصيات مخفية اللي تم إنتاجه في 2016، وكان المشهد ما بين الفنان الممثل كيفين كوستنر والممثلة ييندا هينسون، واللي أخدت عن دورها في هذا الفيلم جايزة أوسكار بسبب المشهد ده. وكان الفيلم بيحكي قصة حقيقية لعالمة الرياضيات كاثرين جونسون وزميلتيها دروثي فون وماري جاكسون الأمريكيات من أصول أفريقية، النوابغ، العقول اللي كانت وراء الإطلاق التاريخي لرائد الفضاء جون جلين اللي كان أول أمريكي يدور في مدار الأرض سنة 1960. لكن الستات التلاتة دول رغم عظمة فعلهم كانوا ممنوعين من أنهم يشربوا في كوبايات زمايلهم البيض في محطة الفضاء، أو يدخلوا نفس الحمام اللي بيستعملوا البيض، كان لازم يمشوا 3-4 كيلو علشان يروحوا حمام بعيد مش معاهم، أو إن حتى يتكلم معاهم بإنسانية في مواضيع غير الشغل لمجرد إنهم سود من أصول أفريقية رغم إنهم حفروا أساميهم في التاريخ.